نعم. أحسن الله إليكم. رجل تم بآخر فدخل ثالث فسحب الإمام وقدم المأموم وأتم به، فما صحت فعل هذا؟ لعله بالعكس. هو اقرأ السؤال مرة ثانية. الرجل تم بآخر. نعم. فدخل ثالث. نعم. فسحب الإمام وقدم المأموم. هذا بالعكس يا رجال. طيب لما سحب الإمام وقدم المأموم، إيش صار المأموم الآن؟ أصبح إماما. لماذا؟ لماذا هذا الداخل يسحب الإمام يلغي إمامته وينصب غيره؟ وذاك المأموم يعني ما كذب خبر، على طول صار إمام. على كل حال إن شاء الله الصلاة صحيح، لأنه يجوز أن يكون الإمام مأموما، يجوز أن يكون الإمام مأموما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من بيته وإذا أبو بكر يصلي بالناس إماما، فتقدم وجلس على يمين على يسار أبي بكر، فصار أبو بكر بعد أن كان إماما مأموما، فلا بأس. لكن هذه مسألة غريبة من غرائب الدنيا. لا، على كل حال صلاتهم صحيحة. نعم.